عاد إلى الحياة من جديد بعد 100 عام أكثر شباباً من أولاده، فقدسه اليهود وقالوا ابن الله. من هو وما الحكاية؟ دعوني أحدثكم عنها. في الزمن الغابر كان عزير رجلاً صالحاً أو نبياً كما قال ابن كثير، والله أعلم. في أحد الأيام الحارة كان عزير عائداً إلى بيته، فمر على قرية خاوية ليحتمي بظلها هو وحماره، واضطجع في حائط ووضع غداءه جنبه وربط حماره بمقربة منه، فنظر إلى القرية الخاوية على عروشها ورأى بنيانها لا يزال قائما وبدت له بعض العظام، فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فبعث الله ملك الموت فقبض روحه فأماته الله 100 عام. وفي تلك الأثناء كان حال بني إسرائيل في الحضيض وحدثت لهم العديد من الأحداث، فبعث الله إلى عزير ملكا على هيئة رجل، فخلق قلبه ليعقل به، ومن ثم عينيه ليرى نفسه كيف يعود إلى الحياة وكيف يكسوه الله من لحم وعظام وشعر وأظافر، ثم نفخ فيه الروح، كل ذلك وهو يرى ويعقل كل شيء. قال له الملك: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. فقال له الملك: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك. وكان طعامه وشرابه كما هو وكأنه لم يتغير، فشك في قول الملك الذي أمامه. قال له الملك: أأنكرت؟ انظر إلى حمارك. فنظر فإذا به يرى عظام حماره، ثم تجمعت واكتست لحما وجلدا وشعرا أمامه، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وذهب إلى قريته فلم يعرفوه ولم يصدقوه إلا امرأة واحدة عرفته هنا، كان عمرها 120 عاما، وقالت لهم أنه عزير حقا الذي اختفى منذ 100 عام ولم يظهر. فأخذ يعلمهم التوراة بعد أن ضاعت منهم بسبب ملك ظالم وجائر أحرقها جميعا، ولكن بني إسرائيل لم يكتفوا بهذا فقط بل قدسوه وقالوا عنه ابن الله، وبذلك كفروا. وهذا مصداق لقوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. رأيتم كيف أمات الله عزيرا ثم أحياه؟ إنها قدرة الله تعالى، فلا تتحدى قدرة الله.